معنا دلوقتي على التليفون الاستاذه نجوى البار المتحدثه باسم هيئه السكه الحديد. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. سريعا كده، السوق الموازيه هيتم ظبطها ازاي؟ الاول كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. احنا طبعا كهيئه في تنسيق كامل مع شرطه النقل والمواصلات وشرطه السكه الحديد المتواجده على جميع المحطات وعند شبابيك التذاكر، وكمان في تكثيف من الرقابه والتفتيش عندنا متواجدين في شبابيك التذاكر. وزي ما حضرتك قلتي فعلا ما فيش زيادات في الاسعار في اسعار التذاكر بتاعت العيد، واحنا عاملين حوالي منزلين في التشغيل حوالي 50,000 مقعد يومي زياده على في العيد، وان شاء الله الناس كلها يعني يلاقوا تذاكرهم. و يعني مش هيبقى في داعي اصلا لان يبقى في سوق سودا؟ ان شاء الله مش هيكون في سوق سودا.